السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا بنات، اليوم بنكمل الوحدة الثالثة، الدرس الثاني، التحكم بروبوت EV3. يعتبر روبوت EV3 مثالا على الروبوت المتنقل. طبعا احنا خدنا الروبوت الثابت والروبوت المتنقل وروبوت EV3 او روبوت تصادم السيارات. طبعا روبوت متنقل لديه عجلات ومحركات ليتحرك كالسيارة، كما يوجد به وحدة رئيسة ملحقة بشاشة عرض، تمام، اللي هي وحدة التحكم دي. و تسمى هذه الوحدة وحدة التحكم بريك. قبل البدء في تغيير إعدادات وحدة التحكم أو بدء البرمجة، يتعين علينا بناء قاعدة قيادة الروبوت الخاص بنا. في فيديو يا بنات، في رابط أو لينك موجود مع الدرس، في كل تفاصيل تركيب الروبوت ده. قم بتركيب قاعدة تثبيت المحرك، ده المحرك، وده عندي 2 محركات، محرك أيمن ومحرك أيسر، وعندي هنا طبعا دي الكرة علشان تخلي الروبوت يتحرك بسلاسة لو هو بيمشي على الأرض، الكرة بتخليه يقدر يتحرك. وده شكل الجزء الأسفل من الروبوت، ودي زي ما قلنا وحدة التحكم أو البريك. طبعا بعد ما بنخلص الجزء الأسفل، المحركات بنضيف أو بنحط فوق عليها وحدة التحكم دي علشان هي اللي بتحرك المحركات. وعندي كمان عجلات بركبها في الآخر. وإن شاء الله لما تشوفوا الفيديو هتعرفوا زي كل تفاصيل التركيب، تمام. ده بيبقى الشكل النهائي للروبوت. وطبعا أنا بوصل منافذ أو السلوك اللي أنا بوصلها دي بين وحدة التحكم وبين المحركات، علشان وحدة التحكم احنا قلنا هي اللي بتتحكم في المحركات وهي اللي بتخليها تتحرك، فلازم أوصل بينهم من خلال الأسلاك والمنافذ دي علشان وحدة التحكم تخلي المحركات تتحرك، بالتالي الروبوت يقدر يمشي في الطريق. طيب هنا عندي وحدة التحكم دي ليها إعدادات، ممكن أغير الإعدادات دي اللي هي إيه؟ تغيير اسم الروبوت، ممكن أسمي الروبوت الاسم اللي أنا عايزاه، وضعه في حالة الإثبات لتوفير الطاقة، ممكن أعمل له سليب علشان يوفر الطاقة، لأن طبعا زي ما احنا اتفقنا إن هو بيشتغل ببطارية. تغيير مستوى الصوت، ممكن أعلي الصوت أو أوطي الصوت، والتوصيل بشبكة لاسلكية ممكن أوصله زي ما اتفقنا بالواي فاي أو بلوتوث وهكذا. هنا عندي الأزرار، نستخدم الأزرار أعلى وأسفل ويمين ويسار لاستعراض الخيارات في قائمة وحدة التحكم. بيبقى عندي في موجود على شاشة العرض هنا الخيارات، وأنا ببتدي أختار منها زي كأنه موبايل، يعني مفيش فرق. وده الزر اللي في المنتصف ده، انا بضغط عليه علشان أأكد، زر الاوكي، يعني لو انا اخترت حاجة خلاص بضغط اوكي، تمام. هنا لو انا عندي الروبوت بتاعي مثلا عايز اسميه كيو روبوت، ازاي بغير الاسم؟ طبعا دي وحدة التحكم، بعد ما بفتحها بدخل على الاعدادات سكرين، وبختار اخر حاجة خالص بريك نيم اللي هو اسم الروبوت بتاعي، وبكتب الاسم اللي انا عايزاه، وبعد كده اكتب صح. هنا عندي EV3 بعد ما كتبته اهو الاسم بتاعه بقى كيو روبوت، تمام. يبقى انا كده ازاي غيرت الاسم؟ بضغط على الخطوات دي كلها، هنا بضغط الاعدادات، بعد كده ببتدي اختار النيم، اكتب الاسم اللي انا عايزاه واعمل صح، خلاص كده اسم الروبوت عندي اتغير، تمام. طيب لو انا عايزه احطه في وضع الاثبات او السليب، بعمل ايه؟ برضو من اعدادات، بس بدل ما اختار بريك نيم بختار سليب، بخليه في وضع الاثبات علشان لمده مثلا 10 دقايق، علشان اوفر الطاقه، ما يفضلش شغال طول الوقت ويسحب طاقه كتير. كمان لو انا عايزه اغير مستوى الصوت، بعمل ايه؟ بضغط، هو كله طبعا من الاعدادات لان انا بغير في الاعدادات، بس بختار هنا الفوليوم
وبعد كده بختار ان انا الفوليوم عندي يكون 10%، 20%، اقل اكتر زي ما احنا عايزين. هنا لو انا عايزه الروبوت بتاعي يتصل بالواي فاي بختار سيتنج واختار واي فاي، وبعد كده اختار الشبكه المتاحه عندي زي التليفون، الشبكه المتاحه عندي اختارها وبعد كده اضغط اوكي. تمام. لو انا عايزه اوصله بالبلوتوث برضو نفس الكلام، بس بدل ما بختار واي فاي بختار بلوتوث. يبقى كل الحاجات دي اعدادات في الروبوت انا اقدر اغيرها مفيش مشكله، و تتغير بسهوله طبعا زي ما احنا شفنا. كل ده بيتحكم في او بتحكم من خلاله في وحده التحكم او الشاشه الصغيره اللي موجوده على الروبوت. يا ريت تتفرجوا على الفيديو علشان تشوفوا ازاي الروبوت بيتركب او ازاي بيشتغل. وكده الدرس بتاعنا خلص، درس بسيط، ونكمل المره الجايه الجايه ان شاء الله نكمل البرمجه على البرنامج مايند ستورمز اي في 3. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.